الأمور تسير نحو الأسوأ. الآن الأزمة خرجت من محيطها الخليجي، لم تعد أزمة خليجية على الإطلاق، أصبحت أزمة إقليمية وربما تتطور إلى أزمة دولية، والحرب إذا نشبت ستشمل المنطقة كلها بأسرها. الآن يعني أنا لم أستغرب قرار هيئة أركان الجيش الروسي بأن الحرب في سوريا انتهت. نعم انتهت، لأنه قطر لم تعد مشغولة في هذه الحرب، السعودية لم تعد مشغولة في الحرب في سوريا، الآن مشغولين في بعض، فلذلك الحرب فعلا في سوريا انتهت. وهذا ما يعني ما يبرر، أو هذا يعني نراه عندما رأينا الرئيس السوري بشار الأسد لابس الجينز ويتبختر في حي المزة والأسواق هناك، ويصافح البائعين والمتسوقين بدون حراسة أو على الأقل بحراسة خفية والابتسامة العريضة على وجهه. هذا يعني بأن الإرهاب أن هذه الدول التي تصارع حاليا هي كلها كانت فعلا تدعم الإرهاب بين قوسين في سوريا. الأمور تتغير بسرعة، الآن الحرب ربما تنتقل من سوريا إلى الخليج، هذه هي الحقيقة. وإذا اندلعت في الخليج ستتدخل فيها أطراف إقليمية ولا نعرف أين ستنتهي. هذه هي الحقيقة التي نريد أن ننبه إليها. الصراع يتطور، الخلاف يتطور، ويعلم الله ماذا سيحدث. أكتفي بهذا القدر وأقول لكم رمضان كريم، وإلى اللقاء القادم بإذن الله، وكل عام وأنتم بخير.